اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم. وصلنا الى فقره ترند، الفقره الرئيسيه في 24 جرات، واليوم حنتكلم عن مبادره حاضري حصاد عام 2000، ممكن نقول 19. دائما يا رؤى، احنا في نهايه العام بنعمل جرد حساب للاشياء الجميله ممكن تكون في طوال السنه. مبادره حاضرين هي حصاد عام كامل، حنتكلم عن مجموعه من الانجازات اللي انجزت من خلال هذا العام. سعيدين جدا انه يكون معنا ضيف، لكن قبل ما نفصح عنه خلينا ندي بعض المعلومات عن المبادره. مبادره حاضرين هي مبادره مستقله لا تتبع لاي منظمه او كيان او جهه، تنحصر خدماتها في التكفل بعلاج المصابين داخل وخارج السودان. كما قدمت مبادرة حاضرين دعم المادي لأسر الشهداء، وأيضا تقوم بتعويض المتضررين من خلال أحداث ديسمبر المجيدة. اليوم أكيد هو ملف اليوم لواحدة من هذه المنظمة، وعدد من الفعاليات اللي قامت بها من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، وهي أصلا قامت من خلال هذه الثورة. سعداء جدا من خلال الاستوديو يكون معنا أيقونة الثورة وواحد من الناس مميزة جدا بيعملوا في الخفاء بصورة كبيرة جدا لكن أعمالهم كبيرة جدا، ناظم سراج. مساء الخير عليك يا ناظم. مساء النور ومساء الأخوة، تحية عبركم لكل مشاهدي S24 السودانية 24، وسعيدين نكون معكم هنا. مرحبا بك، ونحن أكثر سعادة. ناظم سراج أيقونة الثورة، من الناس اللي كانوا شغالين لكن خلف الأضواء. يعني إحنا بنشوف مجموعة من المجهودات المقدرة جدا، وتحية لك ونحن بنحييك أنت والشباب اللي كنتوا شغالين. مبادرة حاضرين بدأت عملها منذ مواكب 19 ديسمبر، وهي متواصلة لحد الآن بنفس الجهد وبنفس الروح وبنفس الكفاءة، وأنتوا قادرين على العطاء بصورة أكبر ما شاء الله عليكم. خلينا للي ما عارف منو أنتوا نعرفهم أكثر عن المبادرة، من الأعضاء، من الفكرة، وأساساً كيف أنتوا تجمعتوا مع بعض وكونتوا الفكرة بتاعت المبادرة؟ تفضل. كتر خيرك. أصلاً يعني المبادرة هي مجموعة من الشباب والشابات جمعوا من العمل الطبيعي على مدار السنين، معظمنا من البيت الكبير صدقات كان يعني، وكنا بننشط في حتة مع الحالات الفردية. فلما بدأت الأحداث والمواكب وبعدها بدأت وفاة المصابين من عبر والقضارب في الخرطوم، فكنا بنتعامل معهم كأساس على حالات فردية، وحتى لما سقط الشهداء في عطبر والقضارب أهلنا في الأقاليم ما حوجونا ذاته إنه إحنا يعني نحاول نمد يعني أو نساهم بأي شيء يعني يتكفلوا بأي حي هناك. لكن البداية الحقيقية ممكن تكون يوم 25/12، اليوم اللي أنا بحب أسميه يوم المواكب. هو بقول يوم هو موكب واحد كان في الخرطوم، لكن مع بطش النظام البائد كان بقى 6 مواكب، وبعد ذلك بدأت تدفق المصابين على المستشفيات، وكانت المبادرة اللي سمعناها كلنا من المستشفيات الخاصة بأنه العلاج يكون مجانا للمصابين. لكن بعد ذلك بقى في حالات أنه بيكون في مصابين محولين من مستشفى لمستشفى، وفي مصابين بيكونوا جايين من المعتقل، وفي مصابين بيكونوا يعني أصيب لكن خوفا يعني خوفا من الاعتقال يقوم بيمشي البيت او يعني لغايه الاوضاع تهدى وبعدين يجي. ففيهم حالات حرجه. بالضبط كده. فهنا عشان نشيل الحرج من الاطباء اللي بيكونوا في المستشفيات الخاصه، لانه في النهايه ده مستشفى خاص. ما بيقدر يميز بين انه الحاله دي ايوه يعني يتعامل معاها. فاتفقنا مع المستشفيات الخاصه الوقت انذاك انه اي مصاب بيجي من الموكب مباشره في وقت الموكب ده يعالج على حساب المستشفى مجانا بمبادرتهم الكريمه. لكن بعد ذاك اي مصاب ثاني يعني محول من مستشفى او جاي من البيت او جاي من المعتقل ده يكون على مبادرتنا. والوقت ده كان ما عندنا اسم، فكان اسمنا مبادره علاج المصابين. بعد ذاك بدا توالي سقوط الشهداء، فبقينا الناس بعد ذلك بدات ان هي تصل في بيوت العزاء، تصل في تقدم مواد تموينيه او دعم مادي زي في الكشف بتاع البكاء. بعد ذلك بدات البيوت اللي اتحرقت بواسطه العبوات تاعت الغاز المسيل للدموع في الخرطوم وفي مدني، فهذه برضه كنا بنعملها صيانه طوالي. فده بشكل مختصر حاضرين هي شباب وشباب شابات، وهم الايقونات يعني ما في زول ايقونه. الثوره دي أيقونة في حد نفسها كلها مع بعض، الناس ما جهد شخصي واحد أو مجموعة،
بل جهدي متكامل من شعبي جميل. تواضع لك من حضرتك. انتوا فعلا كنتوا حاضرين منذ بداية الثورة، وانت واحد كنت من المعتقلين حقيقة، يعني يمكن لحظة الإفراج عنك كانت لحظة كانت جميلة جدا. لكن يا ناظم برضو العلاج ما بس فقط كان مقتصر على السودان، انتوا قمتوا بعدد من المبادرات للعلاج وايضا تعويض بعض اللي كانوا مصابين بجزء من اعضائهم خارج السودان. فياريت نتكلم عن الموضوع ده. وفي نفس الوقت انتوا بتكونوا عملتوا جرد لحساب عدد من المصابين، كم العدد اللي تم علاجهم منذ بداية الانطلاقة وحتى الآن يعني. طيب، أول ما بدأت الأحداث جاتنا مبادرة من أطبائنا السودانيين خارج السودان، اللي هم بادروا بتكوين مجموعة بتاعت مجالات مختلفة، كانوا فيها أخصائيين من مختلف المجالات. بعد ذلك إحنا من السودان بقينا ندخلهم من الفريق المعالج من داخل السودان، فبقوا هم بياخذوا القرار. هم إحنا يعني عن طريق الواتساب بنقوم بنعمل نصور صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والفحوصات، وبتترسل لهم وبتشاوروا في موضوعاتهم. كان تناغم جميل من المجموعة، أنا بقول لك فيها أكثر من 70 طبيب وطبيبة من داخل وخارج السودان في مختلف التخصصات. ممكن يكون معظمهم في بريطانيا، لكن يعني كانوا في كل من أمريكا ودول الخليج. فهم اللي كانوا بيتخذوا قرار العلاج بالخارج. وبعد ذلك كان عندنا 3 دول رئيسية بنمشي لها، اللي هي الهند وروسيا ومصر، وعندنا مصاب واحد مشى لتركيا بتبرع جميل او مساهمه جميله من اخوان التجمع السوداني بتركيا. كم اجمالي العدد يا نازم اللي تعالجوا خارج السودان؟ 39 اللي تعالج. وداخل السودان؟ وداخل السودان ممكن تكون حاضرين بصوره مباشره، تعالجت اكثر من 1000، وبصوره غير مباشره ما يفوق ال 2000 مصاب. وما تردد. وبعدين احنا ما بنعتبر روحنا، ما بنفرق روحنا من المستشفيات الخاصة. المستشفيات الخاصة في الخرطوم وحدها استقبلت ما يزيد عن 3000 مصاب بطيلة أحداث الثورة، من قبل السقوط وبعد السقوط وبعد فضل الاعتصام أكثر من 3000 مصاب. لكن ممكن تكون حاضرين بصورة مباشرة، يعني ساهمت في العلاج بتاع أكثر من 1000 مصاب. بعدين في مستشفيات الصورة ظهر عندنا في الشاشة، هذه عدد من الإحصائيات فعليا اللي انتم قمتوا بها مصنفة. أيوة لعدد دي مصنفة ماليا. يعني الناس كتار بيسألونا بيقول لنا طبعا بيجيك سؤال قروشنا مشت وين ولا كده. فحاضرين ممكن تكون من بداية الثورة إلى الآن أنفقت ما يزيد عن 64 مليار جنيه سوداني بالقديم. طبعا احنا بنتكلم بالقديم، احنا بنتكلم بالجديد. لكن دايرين الجديد ايوه، واللي هو ما يقارب 929 الف دولار امريكي. وطبعا حاضرين كانت بالتعاون مع حمله تبرعات السودانيين بالخارج ولجنه الاطباء السودانيين بالخليج ومنظمه القلب السليم وعدد من الجهات والتجمع اصحاب العمل السودانيين، كل الناس دي ومبادره المستشفيات الخاصه، كل الحياة دي يعني بنقول احنا مجرد وسطاء خير بين هذا الشعب العظيم وبين المصابين واسر الشهداء والمتضررين ودعم الاعتصام ان شاء الله في ميزان حسناتكم. مبادره حاضرين كانت حاضره في حاجات كثيره جدا، يعني الناجون من مجزره فضل الاعتصام يعني اصابوا بحاله من الهلع، فكانوا محتاجين لدعم نفسي، كانوا محتاجين لشخص يعني يقف معاهم ويمسك بيدهم ويساندهم عشان على الاقل يتقبلوا الصدمه دي. انتوا كنتوا حاضرين وقدمتوا دعم نفسي لمجموعه من الناس اللي تعرضوا لعذاب او اللي شهدوا مجزره فضل اعتصام القياده العامه. قدرتوا كيف تقدموا لهم الدعم النفسي وانتوا من يعني فئات مختلفه من المجتمع، فيكم حتى تخصصاتكم مختلفه تماما، يعني هسه هم قاموا بعمل اطباء. فكيف قدرتوا على الحاجه دي؟ لكم التحيه. احنا زي ما بنقولوا بندي العيش للخباز. وبرضه لما يعني بعد فضل الاعتصام تكونت مجموعه بتاعت واتساب اخرى فيها اكثر من 40 طبيب وطبيبه اخصائيين نفسيين ومعالجين نفسيين. وكان عندنا شراكه مع مركز الاحفاد للصدمه النفسيه برضه، اللي هي الناس بقت في الاول بتلفونات مباشره، طبعا مع الظروف الامنيه الوقت ده فكانت بس تلفونات مباشره. بعد ذاك وزيارات منزليه ومجموعات بتاعت عمل، يعني بالذات انتظمت المجموعات الجماعيه، العلاج الجماعي كانت في مركز الاحفاد وفي عدد من المناطق الاخرى في الخرطوم، وحتى بقى خارج الخرطوم برضو الناس كانت بتتواصل معهم بالتلفون من داخل السودان، من اخصائيين داخل السودان واخصائيين معالجين خارج السودان. وهنا برضو تحيه كبيره جدا لمركز الاحفاد للصحه النفسيه والفريق بتاعه، اللي هو كان بخاطر وبيصل للمصابين والناس اللي تاثروا. وبعد ذلك كان في اطلاق موقع الكتروني، وكان برضو في فيديوهات كان بننزلها عن طريق الوسائل الاجتماعيه.
واخيرا عملنا الخط الساخن بعد توقيع الاعلان الدستوري وزمن الغرغرة انتهى. مع انه احنا كنا عاملين سيناريو كبير انه ننزل الخط الساخن اثناء الايام ديك، لكن خوفا من الملاحقه الامنيه احنا الحمد لله يعني ما انت دعوت تعودنا، لكن الناس اللي بيقدموا الخدمه من المعالجين يعني كان يعني الناس لازم تكون حريصه على امنهم وامن المصابين، وبالذات انه كان عندنا حالات الاغتصاب وكذا يعني. جات بعد ذاك هو الخط الساخن واللي هو نزلناه واللي هو الى الان شغال، حيكون شغال لغايه نهايه السنه او بدايه السنه الجديده. لا انا ان شاء الله في الحته دي، لا مش هتحفظ الحته دي، انا ما عندي رقم الخط الساخن لكن هي ثلاث ارقام تليفونات، لكن ان شاء الله نبدا للبرنامج ونجيب عليكم ان شاء الله. هي منزله في المبادره الحاضرين وفي صفحاتنا، وان شاء الله ننزلها ثاني بعد وننزلها لكم ونرسلها لكم ان شاء الله في صفحات البرنامج. الحاجه الثانيه برضو كان معنا مبادره النساء واخصائي النساء والولاده واللي هم كان برضو لضحايا الاغتصاب. نعم. برضو كان يعني فشغل متكامل، دعمي نفسي ودعمي طبي من أولي الاختصاص. فإحنا الحمد لله يعني ما في حاجة من يعني زي ما بقولوا ما بنصدر حاجة إحنا ما قادرها، بنشوف الناس المختصين وهم بيتولوا الموضوع، إحنا مجرد داعمين، بنوفر الحياة اللوجستية، بنوفر الاحتياجات، نفقات الترحيل والتنقل، التلفونات، الخط الساخن، الناس اللي شغالين عليه برضو يعني تكفلنا برضو ب ما بنقول تكفلنا لانه برضو بقول لكم احنا واسطة خير، الشعب السوداني هو اللي تكفل بالحياة دي، انا بس بنوجه القروش دي لازم. لكن الموضوع ده ضخم جدا، يعني انت تتكلم عن الناس هي متبرعة بتخصصها، لكن في نفس الوقت في اشياء محتاجة نفقة، السفر محتاج نفقة، العلاج هناك محتاج نفقة، في نفس الوقت حتى المعيشة محتاجة، هنا الناس اللي تضررت محتاجة، الموضوع ده كبير جدا، ماليا محتاج دعم قوي جدا. في جهات انت ذكرتها لكن زي ما بقولوا على مضض، احنا عايزين نعرف فعليا الدعم اللي كان موجه للمبادرة. طيب انا يعني من ال 64 مليار يعني ممكن تكون 7 أو 8 جهات هي تبرعاتها كانت فوق المليار. من السبعة جهات، واحدة منهم اللي هي حملة تبرعات السوداني بالخارج، لأنه إحنا قسمنا الشغل بيقوا هم عليهم العلاج بخارج السودان وإحنا نتكفل بالعلاج داخل السودان، وبعد لكن يعني جزء من اللي أنفقناه داخل السودان كان 20% تقريبا أو أقل من 20% من حملة تبرعات السوداني بالخارج، والتحية لأخونا بكر علي وطاقم خريجي جامعة الخرطوم اللي هي يوكان اللي هي الوعاء الرسمي للتبرعات في الحملة في أمريكا. فمعظم القروش جات من الشعب السوداني. انا حرد عليكم بنفس الرد اللي كان بيسالوني له في التحقيقات بجهاز الخوف الخراب اللاوطني، احنا لسه بنسميه كده اسم الدلع الجديد المخابرات العامه اللي لسه متعودين عليه، فكان بيقول لي مصادر التمويل. فانا قلت لهم انه انا لما تم اعتقالي كان ممكن امسح الواتساب والرسائل بتاعت الماسنجر بتاعت الفيسبوك، لكن خليتها مخصوص. اي نعم عارفه ممكن تضر ناس، هو فعليا دي نازم دي الحاجه اللي احنا سمعناها انت. أيوة. لما تم اعتقالك انه لانه معك مبالغ كبيره جدا، فمن وين نازم جاب المبالغ؟ أيوة. الكبيره دي، فقلت لهم انا خليتها مخصوص مع انها حتضر عدد محدود من الاشخاص، لكن حتوريكم عظمه الشعب السوداني. انه بس الناس بتخش في الخاص انا ما بعرفه، بس بقول لك احنا دارين نساعد، بقول لهم ساعدوا بقروش، نحول كيف؟ اذا هو جوا السودان بنديه رقم حساب، اذا هو خارج السودان بنوريه اليات التحويل. فانا بقول انه هي يعني 70% 25 مليون دولار دي كلها من الشعب، ما 25 65 مليار اللي هي 929 او 925 الف دولار امريكي. ده غير ما صرف في الخارج لسه. هسه اخوانا حمله تبرعات السودان بالخارج حيطلعوا التقرير المالي بتاعهم عشان يوروا ما صرف في الهند، ده بس داخل السودان، والجزء منا في مصر لانه برضه كنا بنحول لمصر لانه كان في صعوبه للتحويل من امريكا لمصر، والتذاكر السفر دي والفئات الثانيه ممكن تكون فئاتنا الرئيسيه هو المصابين واسر الشهداء والمضررين، جعل بعدين دعم الاعتصام، جاءت عليها مبادرة ترس اللي هي للدعم النفسي، ومبادرة الشهير عبد السلام كيشي للعون القانوني اللي هي تاخذ البلاغات والإفادات من المصابين وأسر الشهداء وكذا، وبرضو الاحتفالات لساحة الحرية بعد توقيع الإعلان، بالإضافة لمصاريف الإدارية لأنه زي ما قلت شغل كبير، ممكن يكون أكثر، ممكن يكون عدد الناس الشبه متفرغين والموظفين أكثر من 20 شخص، لكن احنا ما كنا بنشتغل شغل، لا ممكن يكون معانا عشرات بل مئات المتطوعين والمتطوعات في كل انحاء السودان بيوصلونا بالمصابين، بيسهروا على بيتواصلوا مع اسر الشهداء، بيشوفوا المتضررين، بيشرفوا لنا على حاجات.
يعني انا بفتكر انه دي كانت لوحه جميله غريبة على شعب السودان. يا سلام، شيء جميل جدا، وده ده السودانيين وده اولاد أيوة. بلدنا يعني. ناظم اسر الشهداء برضو انتوا وقفتوا معاهم وقدمتوا لهم دعم. انا عايز اعرف يعني عدد الاسر كم اللي انتوا وصلتوهم، والدعم اللي انتوا قدمتوا له كان شكله شنو؟ احنا عدد الاسر المحصوره عندنا اللي هي متاكدين تماما منها 150 اسره دي من اسر الشهداء. بداية كنا يهوب نصر في بيت العزاء بنقدم دعم مادي، بعد ذاك في بعض الأسر فقدت العائل فكنا بنقدم دعم شهري، بعد ذاك بلورنا الموضوع ده لأنه كل شوية الحياة تتطور وتتقنن أكثر. حصرنا عدد الأسر اللي هي فقدت العائل وعملنا شراكة مع جمعية موفز النسائية وليهم التحية بالفيسبوك إن هم نعمل كفالة الأيتام بالتعاون مع جمعية رفقة لكفالة الأيتام. فعملنا معهم شراكة على أساس إنه موفز توفر الكفالة الشهرية للأيتام من أبناء شهداء، ورفقة هي تتولى المتابعة بتاعتهم لأنه ما بس كفالة شهرية، فيها زي مدرسي وفيها متابعة ودراسة. فبعد ذلك برضو مع تجمع أصحاب العمل كنا بنوفر بنصين بعض البيوت أسر الشهداء اللي هي كانت مضررة شديد، وبرضو بنوفر مشاريع بتاع دخل متأنين فيها لأنه دارينا تكون حاجة مستمرة ما بس مشروع الناس تعمل فيها ديمومة. فممكن تكون الأسرة وصلنا دعم مباشر من مبادرة الحاضرين حوالي 88 أسرة أو 88 أسرة بالضبط. وممكن برضو إحنا لأول مرة في السودان نعمل حاجة اسمها كفالة الأرامل، لأن الناس بتهتم بالأيتام وتنسى الأرامل، فعملنا كفالة الأرامل. وحسي كمان قبل أسبوعين بدأنا كفالة الطالب الجامعي، لأنه برضو في بعض الأسر تحت الشهداء الأولاد بيكونوا فوق 18 سنة وفي الجامعة، فبرضو عملنا لهم كفالة إنه حنتكفل لهم بنفقات الجامعة وحنتكفل لهم بما حيجيهم مصروف شهري خاص لهم هم عشان يعينوا على قضاء، لأنه حيكون عنده حوجته واحتياجاته يعني من أولاد وبنات. ونتمنى لهم التوفيق. فده مع أسر الشهداء. وكمان كان عندنا مبادرة جونا أخوانا في التأمين الصحي اللي هو يوفروا بطاقة على التأمين الصحي ذهبية بتغطي خدماتها وشبكتها واسعة فيها عدد من المستشفيات الخاصة الكبيرة وسقفها عالي جدا، فهي بتمنح للوالد والوالدة والزوجة والأبناء أو الزوج من الأخوان ما في، لكن في حالات إحنا تكلمنا مع أخواننا في التأمين بصندوق التأمين الصحي إنه يكون في استثناءات، لأنه مرات بيكون الشهيد ما متزوج لكن عائل أمه لكن هو أخته متكفل كل أيوة، فبنكون دارين ندخل الأخت. في عندنا بعض الشهداء بيكون مثلا أطفال صغار الأب مطلق الأم، ولكن الطفل عايش مع أمه ومربيها حبوبة يعني، فبنكون دارين عندنا وضع خاص بتقدير للحبوبة يكون في استثناءات أيوة. كانت مراعيات، فدي كلها استثناءات وكلها حتكون إن شاء الله مضمونة. شوفي عظمة الشعب السوداني كيف يعني، يعني ما قبل السقوط أو في عهد النظام البائد أيه. يعني أنت بحقك بتمشي بتدفع أو من حقك أن يكون عندك تأمين عادي ما فيه تمييز، لكن شوفي وعي وعظمة الشعب السوداني طلع لهم تأمين ذهبي لكن وإنت بتدفع عليه أموال طائلة جدا، تدل على أنه شباب السوداني اليوم التحية شباب واعي، وإحنا العمل الطوعي يعني ساري بدمنا ممكن نقول ساهم في نجاح الثورة. ويمكن برضو يعني في النهاية الشباب ده قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن رخيصة جدا يعني، فيبقى نحن من واجبنا طالما هم قدموا للوطن يبقى من واجبنا احنا كمان نحمي اسرهم على الاقل يعني. زي ما قالت هالين انه الشباب السوداني كان عنده دور كبير جدا في الثوره، يمكن بالتحديد شباب العمل الطوعي يعني بمسميات مختلفه من المنظمات كلهم شكلوا لوحه فنيه رائعه جدا في ميدان الاحتصام من خلال الوجبات اللي كانت تقدم وعدد حتى من التروس اللي كانوا بيحرسوها شباب متطوعين. فالعمل الطوعي ونجاحه في الثوره وطبعا انا افتكر اكبر حاجه يعني ساهم بها العمل الطوعي انه هو ادى الشباب امل، لانه زمان الناس كانت بتفتكر ان السودان طارد وما كانوا متخيلين في اي خير في الشعب صحيح. في السودان فلما يكونوا منخرطين في العمل الطوعي اول شيء بيشوفوا ناس بينفقوا بلا من ولا اذى، بيتعرفوا على حجم الحوجه لانه بيشوفوا مآسي قدامهم، فبيكونوا فايز بيحمد ربه على النعمه اللي فيها وبيكون متعاطف. هذه ولت يعني حاجه كبيره جدا بالاضافه للتشبيك بين الشباب والشابات دينا في العمل الطوعي وتعاون المبادرات دول يعني خلى المجال انه تكون في قنوات اتصال وانه تتكون، ما بنقول العمل الطوعي هو كون لجان المقاومه لكن كان عنده دور اساسي لكن كان فيها. قائد في أيوة. حاجات كثيره جدا ولانه هم يتعلموا المسؤوليه ويتعلموا لا 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 يعني اخذوا حس المسؤوليه واتخاذ القرارات والتصرف والإحساس بالغير وإحساس بالغير صح. وعشان كده كان مساهماتهم في الموضوع ده يعني كانت كبيرة جدا.
لكن زي ما قلت لك انا ممكن بحصرها في الامل وان قنوات الاتصال كان بيناتهم سهلت كثير جدا التنسيق وزي ما شفت انت في الاعتصام كان بسرعه جدا الحال كان بيتعامل وزي ما قلت الاحساس بالمسؤوليه كان عندهم احساس بالمسؤوليه وممكن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مساهم اساسي في انتشار ثقافه العمل التطوعي فعشان كذا التلاحم كان كبير جدا وعشان كذا الثوره كانت يعني ماشية في زخم متصاعد والحمد لله. جميل، ده تقييم جميل جدا منك. الواحد لما يشوف يا ناظم يعني عمل طوعي من شباب ما في صلة دم حتى بتجمع بيناتهم ولا أولاد حتة واحدة حتى كل همهم الوطن بس الناس دي كلها تلاقت من جهات مختلفة من ربوع الوطن الحبيب كله كان همه السودان الوطن الحبيب. بنحس بأنه في نشاط في 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 عفوية في حبنا لبعض في خوفنا لبعض. كيف قادر تقييم نجاح الثورة بعد المدنية ووعي الشباب ده اللي انت في تقييمك ممكن تقول عنهم شنو؟ هو طبعا كان في تخوف بعد الثورة انه الزمان قبل الثورة كان الشباب عزفوا عن العمل السياسي المنظم ومشوا للعمل التطوعي فكان الخوف انه بعد الثورة ونجاحها انه الناس ترجع يعني تخلي منظومات العمل التطوعي وتمشي تنخرط في حكومتنا المدنية وفي التنظيمات السياسية لكن الحمد لله ممكن تكون كارثة السيول والأمطار العامة السودان ومرض الكنكشة ظهر ثاني في كسلة والتلاحم الحصل والمبادرات زي ما شفتوا الحملة بتاعت من دمنا عشان بلدنا صحيح فتبريك ان العمل التطوعي باقي وانه هي حاجة ما بتمشي سايفة واصلا زمان العمل التطوعي ممكن يكون الشيء الاساسي فيه انه هو الحكومة على انها تقدم خدمات وبيكون عندها فجوات فالعمل التطوعي المفروض انه هو يساعد في سد هذه الفجوات ودائما بنعرف ان احنا لما يكون عندنا التريس دائما كلمه تعبير ما بنميل من ذكره دائما انه لما يكون عندنا التريس بتاع العمل الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني الثلاثه تروس دي لما تشتغل مع بعض طاقه دفع هائله وحنبنيه ان شاء الله لكن ان شاء الله يعني اللي قدام زي ما انت قلت العمل التطوعي هو يسد ثغرات وفجوات فقط نتمنى انه المبلغ الكبير ده اللي هو كان ممكن يبني بلد بحاله يعني ان الحكومه الجديده تكون عندها دور كبير جدا تغطي الاشياء هي فعليا ده شغلها وانتم بس تغطوا الفجوات اللي احنا فعليا ممكن يكون فيها اي ثغرات حاليا من الشهر الفات الحكومه بدات تلتزم بعلاج المصابين جميل تمام يعني ده خبر حلو ايوه يعني عن طريق توجيه مجلس الوزراء ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وديوان الزكاه وحسي احنا شغالين برضو بنستعيد في ديوان الزكاه وعلى اساس انه الحياه الصوره الذهنيه مرتبطه به وانه ياخذ الدور الحقيقي في انه هو يكون يعني يضمد على الجراحات وكذا فحسي حاليا هو بقى تكفل احنا وصلنا مع الحكومه انه احنا نواصل في علاج خارج السودان وداخل السودان يكون بالكامل على الدوله وحسي غالين في الاليات اللي خلينا نتواصل في دعم اسر الشهداء بما يحفظ كرامتهم ومن حوجوا ان هم يقفوا في باب زول وطبعا مجموعه موفز اخذت الايتام وحفكوهم هيكونوا مواصلين معهم بيقولوا ان هم مدى الحياه او لغايه ما يصلوا 18 سنه ان شاء الله فلكن البقيه تاتي ان شاء الله وجايه احنا باذن الله باذن الله القادم اجمل وحنبنيه وطالما في شباب واعي ومفكر بالطريقه دي حيتبني ان شاء الله شكرا لك يا ناظم حسن سراج شرفتنا كثير التحيه لك والتحيه ناظم حسن بشير ايوه اصحاب ابوي يزعل جدا ناظم سراج الاسم المعروف ناظم سراج ايوه نعم هو الاسم المعروف طبعا التحيه لك احنا حنهدي لك ولكل الشباب صحيح. ولكل الناس اللي بورا ما معروفين أيوة فعليا والله. الجنود المجهوله دي كلها انا بس والله دار اشكرهم يعني تفاني واخلاص يعني ولا من احنا منتظرين منهم كثير تحيه لهم يعني كلهم يعني كلهم شباب وشابات داخل وخارج السودان تحيه لفريقنا الطبي العامل الاستشاري اللي هو كان واصل معنا اليوم بالنهار تحيه لفريقنا الطبي النفسي وجمعيه نساء الولاده مركز الاحفاد للصحه النفسيه والمجال ما بيسع ناس كتار جدا صحيح. يعني تحيه لاخواننا واخواتنا السودانيين خارج السودان والشعب الجميل شكرا لك لانه انت هسه حاليا بتمثل لنا دور كبير جدا انه انت رغم انه انت فعليا فاقد واحد من اعز ناس في اهلك خالك ربنا يرحمه لكن انت اضطريت انك انت تجي وتنقل الصوره الجميله دي شاكر لك جدا يا ناظم وعلى كل الجمال وعلى كل العطاء والدروس الجميله الناس بتستفيدها منك تحيه لكل مبادره حاضرين ولكل المبادرات اللي نشطت من خلال الثوره المجيده دعما لهذا الوطن الجميل تحيه لك